أهلا بيكم في برنامج كلام وحياة. إحنا مسكين في سلسلة من أمثال الرب يسوع المسيح. النهاردة هناخد مثل لعازر والغني، وهناخده على جزئين، الحلقة دي والحلقة اللي جاية. ده مثل تاني من أمثال الرب يسوع هندرسه النهاردة، وبيتكلم فيه يعني بيحدث في المثل ده عن حاجات بعد الموت. المثل مليء بحاجات كتير يعني لابد ان احنا نفهمها، عشان كده بعتقد ان احنا انه هياخد مننا زي ما قلت النهاردة والمرة الجاية. لوقا 16 من 19 ل 31 بيقول: كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه، أي باب الغني، مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرفه إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعذب وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبت أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هنا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. قال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. خلينا نشوف بعض التحذيرات المهمة في المفاهيم، بعض المفاهيم الخاطئة. الرب يسوع هنا ما بيقولش إن كل غنى شر، ولا كل الأغنياء مصيرهم جهنم، ما بيقولش الكلام ده. في نفس الوقت ما بيقولش إن الفقر شيء رائع، وإن كل الفقراء هيروحوا إلى حضن إبراهيم أو الفردوس. لأن ده مثل يجب أن نلاحظ أيضا أن احنا نكون حذرين في تفسيره. هو مليان بالحقائق، لكن يوجد فيه بعض الصيغ الأدبية اللي بتوضح حاجات عن الفرح والتعاسة بعد الموت ما ينفعش ناخدها حرفيا. خلينا نشوف أول جزء: من هو هذا الشخص الغني؟ كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. المثل ده بيقول بالظبط مين هو الغني باختصار لكن بعبقرية. الغني ده بيهتم بنفسه أكتر من أي حاجة تاني، بيعمل كل حاجة علشان يظهر غناه ويستمتع بما يملكه. هو مش بيلبس جبته من الأرجوان، يعني الملابس البنفسجية، وهي أغلى أنواع كلمة البز اللي هو الفاين لينين، يعني أفخر أنواع القطن المصري اللي بتستخدم في صناعة الملابس الداخلية. الرجل ده مش يملك فقط الملابس الخارجية الغالية، لكن أيضا الملابس الداخلية الفاخرة. إلى جانب الملابس الفاخرة، هو بيعمل وليمة كل يوم في قصره وهو يتنعم كل يوم مترفها. بعض علماء الكتاب بيقولوا إن معنى أنه يتنعم كل يوم مترفها إن هو لم يكون عنده سبت ولا أجازة من الترفيه، بالتالي يعني هو ما بيديش حتى الخدم بتوعه العبيد في قصره اي راحة ولا اجازة. كل واحد بيعمل عشان يجهزه كل يوم الحفلات اليومية. ومعنى ده
أنه عصى أمر السبت أي الوصايا العشر جهارا أمام كل الناس. كانت اللذات اللي بيتمتع بيها أهم من أي شيء آخر وأهم حتى من وصايا الله، وعدم اهتمامه بخدمه وعبيده لم يعني شيئا بالنسبة له. وهناك كان في احتمال أن إخواته الخمسة كانوا بينضموا إليه في حفلاته اليومية مع عائلته. تاني واحد، من هو لعازر؟ من النقطة التانية هنا بيدينا الرب يسوع مساحة أكبر لوصف شخص لعازر. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه باب الغني مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. كلمة لعازر هي كلمة عبرية بتعني الشخص الذي يساعده الله، أي المعان من الله. ببساطة دي تسميتي أنا طبعا، اسمه عبد المعين أو خادم المعين. نلاحظ ملاحظات في وصف حالة لعازر. أول ملاحظة أنه بيدينا اسمه بينما بيديناش اسم الغني. تاني ملاحظة بيقول أنه فقير. ثالث ملاحظة جائع لم يجد طعام وكان يشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. ثالث حاجة مريض بقروح وكانت الكلاب تصادقه لأنها كانت بتلحس قروحه كنوع من الشفاء على فكرة في الوقت ده. ثالث حاجة هو لم يطرح نفسه لكنه طرح عند بوابة قصر الغني، يعني أنه بسبب مرضه وفقره وجوعه وبالتالي ضعفه ما كانش قادر بنفسه يروح هناك، فأكيد حمله بعض الناس لبوابة القصر. حسب عادات الشرق الأوسط في المجتمع ده نقدر نقول أن العازر كان شحات. الدكتور كينيث بيلي أستاذ اللاهوت وأستاذ العهد الجديد بيحكي في أن هو في طريقه من بيته للجامعة في بيروت كان بيمر بكنيسة وكان يقف على بوابة الكنيسة شحات أعمى اسمه عبد الرحمن، كان بيبيع لبان وكل ما يلاقيه كينيث بيلي يشتري منه لبان ويديه لأطفال الحي. دكتور بيلي بيقول بيعقب على الحكاية، بيقول إن دي نكتة سخيفة إن يسمى شحات أعمى باسم عبد الرحمن. فين الرحمة هنا؟ بنفس المقياس فين المساعدة أو الإعانة لشخص اسمه لعازر أي عبد المعين وهو شحات مريض فقير لا يتحرك بسهولة، أصدقائه هم اللي أو بعض الناس هم اللي بيساعدوه في الحركة في قريته والكلاب بتأتي لتلحس جراحه. كان لعازر بيشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. حالته كانت أفضل من الابن الضال اللي هو قال عنه برضو في المثل الرب يسوع كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوم الذي كانت الخنازير تأكله. وكلمة فتات الساقط من مائدة استخدمت في مكان تاني لما المرأة السورية الفينيقية ردت على قول المسيح لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فأجابت وقالت له نعم يا سيد والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. ودي كانت عادة في الشرق الأوسط أن الفتات الساقط تأكل الكلاب. صحيح كان لعازر مريض مغطى بقروح فقير جائع بيشتهي أن يأكل من الفتات الساقط من مائدة الغني، لكن الألم الأعمق لم يكن ألم جسدي، كانت آلام نفسية. القرية في الشرق الأوسط عبارة عن أماكن قريبة خالص من بعض، البيوت وكلها حاجات صغيرة، البيوت لازقة في بعضها، البيوت والشوارع صغيرة، تزدحم البيوت بالناس اللي جواها. على بوابة القصر لعازر مطروح لكنه بلا جدال قريب نسبيا من الاحتفالات اللي كانت بتدور في القصر، يستطيع انه يسمع كلامهم. قد يكون الكلام ده عبارة عن صفقات مالية او شراء حقول زراعية كبيرة ومتسعة، وقد تكون عبارة عن مظاهر وافتخار بالغنى الفاحش وشراء الملابس الغالية.
وقد تكون عبارة عن الأموال الكثيرة اللي بتنفق على الأطعمة الفاخرة اللي بتمتلئ بها مائدة الغني كل يوم. العازر يسمع لكل الأحاديث دي، قد يفهم العازر بعض هذه الأحاديث وقد لا يستوعب بعضها. يعني مثلا قد لا يستوعب يعني إيه 30 من الفضة مثلا. على بعد أمتار قليلة يوجد بعض الناس اللي كانوا بيأكلوا أكثر من احتياجاتهم بكتير، ولعازر يتمنى أن يأكل من الفتات الساقط من مائدتهم. هم بيتكئوا على الكنب المريح ولعازر متألم في جراحه، ما لا يستطيع حتى الجلوس، كل الخدمات والمساعدات كانت تقدم إليهم لكنها لم تقدم إليه هو لعازر. أغلب الظن أن وجوده أصبح غير محسوس به، غير مرئي، كأنه شيء ثابت في خلفية الصورة، لا يوجد من يراعي أي اهتمام لي من الناس دول. الشحات في الشرق الأوسط ستعتاد على رؤيته وبالتدريج مش هتشعر بوجوده. يعني ممكن يرق قلبك وتتحنن عليه في البداية، لكن بعد ما تشوفه من المرة الأولى يعني وبالتدريج الحنان ده هيقل شوية بشوية إلى أن ينعدم. الشحاتين موجودين وبكثرة في الشرق الأوسط، وإمكانيات الناس في الأغلب محدودة، عشان كده من السهل أن يختفي الحنان ومش هيلاحظ حد وجود الشحاتين. خلينا نشوف الكلاب في الشرق الأوسط نعرف بس إيه المشكلة هنا. في الزمن ده ما كانش فيه كلاب، الكلاب ما كانتش من الحيوانات اللي بنربيها في المنازل، يعني بيتس. وفي الحقيقة الكلاب ذكرت في الكتاب المقدس بطريقة سلبية. أشعياء 56: مراقبوه عمي كلهم لا يعرفون، كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح، حالمون مضطجعون محبو النوم. وفيليبي، أنا بس باخد حاجة من العهد القديم وحاجة من العهد الجديد، فيليبي 3: انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. ورؤيا 22: لأن خارجا الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. ده خلي بالكو في أغلب الأحيان كمان كانت الكلاب تذكر مع الخنازير، خنازير اللي هي غير طاهرة نجسة. أشعياء 66: من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان، من يذبح شاة فهو ناحر كلب، من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير. بطرس الثانية 2: قد أصابهم ما في المثل الصادق، قال كلب قد عاد إلى قيئه، أو خنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمى. لكن كانت الكلاب بتستخدم في الحراسة في نفس الوقت، وكانت الكلاب دي هي كانت بعض الكلاب كلاب ضالة، بيطردوها غالبا خدم الرجل، الخدمين بتوع الرجل. وهنا نجد دليل على جزء من شخصية العازر، يبدو انه كان رقيق الطبع، بيشفق على من حوله، كان ليه أصدقاء بيحملوه إلى بوابة القصر، وكان ليه أصدقاء من الكلاب. إيه اللي نتعلمه؟ السؤال في المثل مش لماذا، بمعنى لماذا يعيش العازر التقي المعيشة دي، فقير مريض جائع، وليه يعيش الغني وكل حياته عبارة عن استمتاع وبذخ وعدم اكتراث بمن حوله؟ سؤالنا هنا ملوش إجابة، لكن السؤال لازم يكون ماذا نفعل بما يعطيه الله لنا. أحداث حياتنا ليها معاني، وقد ننجح ونعرف المعاني دي، وقد لا ننجح في معرفتها. ولما نعرف المعاني دي هنعرف ماذا نفعل بها. السؤال مش هل الغنى يؤدي إلى جهنم والفقر إلى الفردوس، لأن السؤال ده غير منطقي وغير كتابي وغير عملي، لكن السؤال هو كيف تكون استجابتنا للنعمة والألم؟ ماذا نفعل بما يعطينا الله من نعم؟ وماذا نفعل عندما يسمح بالألم؟ السؤال مش بكم
ما أملك وبفيض يعني كمية ما أملكه وبفيض الغنى ولا بمقدار ما ينقصني وما أحتاجه، لكن كيف أتصرف بتلك الأموال وإزاي أتصرف وقت الألم. تصرف الغني بما أعطاه الله من نعم بأنانية وتنعم ونسي كل من حوله ولم يلتفت إلى احتياجات الآخرين، وتصرف لعازر بصبر ولطف ووداعة. إحدى الكنائس كانوا القادة بيطلبوا من الشباب أنهم يصلوا في الكنيسة بصوت مسموع علشان يدربوهم. شاب اسمه لاري كراب، في يوم هو دلوقتي مشهور في أمريكا، بيكتب كتب في علم النفس، خاصة علم النفس والمسيحية. في يوم كان طلب منه أنه يصلي، بالإضافة إلى أن لاري كان بيعاني من أنه بيتهته في النطق، كانت صلاته مليئة بالأخطاء اللي صلاها. شكر الله الآب على أنه صلب من أجلنا، شكر الرب يسوع أنه أقام الروح القدس من القبر، ولما انتهى من صلاته قرر أنه لن يصلي بصوت مسموع مرة تاني في حياته. لكن على باب الكنيسة قابله واحد من شيوخ الكنيسة وقال له: لاري، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، كل ما تفعله للرب هكون وراك 1000%. لاري بيقول أنه ما زال إلى اليوم لحد النهاردة بتدمع عيناه لما بيتذكر كلمات الراجل المتقدم في الكنيسة دي، الشيخ اللي قال له الكلمات دي. كانت لكلمات الشيخ ده قوة عميقة ساعدته طول عمره. الله يعطيك نعم وعطايا وبيطالبك باستخدامها. استخدم الغني، الشخص الغني، كل النعم الكتيرة اللي أعطيت لي بس بطريقة أنانية، بينما استخدم لعازر العطايا البسيطة علشان يظهر محبته وحنانه. السؤال مش كم العطايا اللي بيعطيها ليك ولا حتى نوعها، السؤال هو ماذا تفعل بالعطايا دي. حتى موهبة التشجيع ستسأل عنها. إيه اللي نتعلمه من العازر والغني؟ رومية 12 بيقول: ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. ربنا معاكم، ونشوفكم الحلقة الجاية.